الآن وحصرياً استديوهات أهل عرش والريحان والورد وأنواع العطور أوقفوا واستقبلوا دار تهزنا الثمين تخرج أرحبي يا سارة طلي على كل الحضور لحضرتي الغلاي وقفون الحاضرين لحضرتي الغلا يوقفون الحاضرين رش والريحان والورد وانواع العطور وقفوا واستقبلوا دور تزغ الثمين ارحبي يا سارة طلي على كل الحضور لحضرتي الغلا يوقفون الحاضرين سارة يا اجمل عروس ويا بدر البدود افرحي في ليلة العمر جعلك تسعدي الف مبروك يا نبيره عسى ايامك سرور والله يهنيك يا ساره وايامك سنين فيك كل الزين والحسن والطبع الوقوف فارقه يا بنت ابوها ولا يسواك زين بنت شمس طيب صالح اكتب القصور سلطان اللي لا عطا ما يجيب الا السمين وفيك تفرح امك الغاليه هزت الصقور ام مسلطه الاصيله وفرحتها تزيد واعتزي بخوتي مسلط وصعب الجسور راعي الوجبات والكاسي في يده يلي وللخواتم بالحلم اخذ اوصاف حرود الله اللي بالدهن والعذاره يشهدن وامدح العبان واكتب لهم جزل السطور الرجال اللي بوقت الصعايب صاملين والخوار اهل الوفا واهل طالت وشبور عزهم مشهود وقت الواسم حاضرين وامدح اللي طيبها ما لحق علم القصور ام ماطر جدتك بين دروس الطيبين والختام الله يديم الفرح طول السهود والسعاده قسمكم كل وقت وكل حين رش والريحان والورد وانواع العطور وقفوا واستقبلوا دور تزغ الثمين ارحبي يا ساره طلي على كل الحضور لا حضرتي الغلا يوقفون الحاضرين ساره يا اجمل عروس ويا بدر البدود افرحي في ليله العمر جعلك تسعدي الف مبروك يا نبيره عسى ايامك سرور والله يهنيك يا ساره وايامك سنين فيك كل الزين والحسن والطبع الوقوف فارقه يا بنت ابوها ولا يسواك زين بنت شمس طيب ما لحق بالقصور سلطان اللي لا عطا ما يجيب الا السمين فيك تفرح امك الغاليه هزت الصقور ام مسلطه الاصيله وفرحتها تزيد ستة ثمانية سبعة ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوت.